ساتردي 18 فبراير وركينج ان اوبتمايزيشن ذا نوز كون. ايه اليوم قاعد اشتغل على النوز كون وقاعد نجرب سيميليشنز يوزنج هاما كامبر فلو على الكونسل عشان نوصل حق ديزاين بالنوز كون يكون ليست كوست اوف دراج واوسو ذا ليست لينث عشان نقلل الدراج اباكت ستراكشر. فهذا شغل اليوم وستي تيوند فور ذا ريزلتس 100%. اولسو وي ديد certified OGIV profile for the NOSCO. Yes. Okay. Yes. Yeah, let's see. Yeah. February 21st, facing problems in optimization NOSCO shapes. Hey, well, حاليا سوينا كمسل simulation على profile von Karman وsharp von Karman. هذول profiles حق NOSCO موجودة. وانا يعني good كوفيش تفراج بس مشكلة كذا شكل قاعد يطلع لنا نفس قيمة الكوفيش تفراج. Small difference. هذه مشكلة لازم نتأكد إن السيميشن ما صحيح ولا لا والسيميشن قاعد يطول وايد كمسل في وايد errors. فكان هذا مش حل المشكلة الحين إن شاء الله كل شيء تمام. We'll update you later. حاليا بالورشه واليوم راح نبلش بتصنيع انجن سب اوربتال راكت امبيشن. وهذا هو البايب اللي اخترناه حق الانجن كيسنج وراح يكون ايضا جزء من الاير فريم مال الصاروخ. راح نقصه للطول اللي هو 3 متر وطبعا راح يكون في اكسترا بارتس عشان يكونون كونكشنز حق الاذر سكشنز اوف ذا راكت. هذه هي الخطوة الأولى. أوريكم الأبديتس والشغل اللي قاعد نسويه. اليوم أول يوم من الشغل على إنجن أمبيشن السب أوربيتال راكت. الإنجن راح تكون جزء من الإير فريم أوف ذا راكت، يعني اثنيناتهم راح يؤدون نفس الغرض.
راح تكون 8 انش ان دايامتر. السماكه مالت الانجن راح تكون 4 ملليمتر والماتيريال المايلد ستيل. اول خطوه راح نسويها ان نقص البايب ل 3 متر، بعدها شويه ماشينينج ورك ونحط الابر سكشن كونكتر عشان نقدر نكمل باقي اجزاء الصاروخ ونربطها مع الانجن. فهذه هي الخطوه الاولى.
الحين حطينا الباراشوت داخل النوز كوم، ركبنا البستن والبستن سلندر. تشوفون البليت هذه وهي الباراشوت بليت، تتسند على الباراشوت عشان اطيح داخل الصاروخ. اتاتشمنت بوينت هوك كليب عادي على كابلر برايد دروب، وداخل الالكترونيات. الالكترونيات تشتغل عن طريق السويتش لهنا، بس ندز هذه شوية على جنب، نطق السويتش وراح يكون في واير يطلع من الستات هذه ل النوز كوم. في ستاتس داخل ثنتين تو هولز يركبون على البروبلن سيجمنت وتشيب. فهذا تجهيز باتشر حق البرزنتيشن، وهذا بروتوتايب باينير 1. هنا يكون في باينير 2 و 3 و 4 و 5.